مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده، حلقه يوم الاربعاء زي ما تعودتوا عم نطل عليكم انا والشيف محمد العليان. وكمان بدي احكي لرامي انه احنا كثير اشتقنا لك، وانا شخصيا كثير اشتقت لك انك تكون معنا بالجاليري، فيعني مبسوطه اني عم بسمع صوتك معنا اليوم بحلقتنا. كيفك يا شيف؟ والله تمام، انت شو اخبارك؟ تمام، زمان عنك. شو اليوم لدان داني اللي داني؟ ودان هو ويله. ومعك دانا؟ معنا دانا، اليوم رح نعمل اكلات سعوديه، طبعا عشان تطلع الوصفه هاي ما خلينا ولا اي سعودي بالعالم غير حكينا معاه. شو الوصفات الاساسيه عندكم؟ شو الاكلات اللي ممكن تطلع معاكم فيها؟ شو الاكلات اللي مزبوطه؟ شو اللي الطريقه الصح وشو الطريقه غلط؟ فبدي اشكر اول شيء نايف، احكي له شكرا، اتصل تليفون على امه وعلى اهله وجاب لنا كل بالضبط هدول كلهم الوصفات من نايف. كلهم لا مش من نايف، هم على الطريقه السعوديه الاصليه، بس انا حكيت مع واحد سعودي هناك عشان يظبط لنا اياهم على الطريقه المزبوطه. حلو، يلا فلكل محبين الاكل السعودي خليكم متابعينا من هون لنهايه حلقتنا لحتى تشوفوا هالوصفات كيف رح نحضر لكم اياها. بدي ارجع اذكركم ما تنسوا تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال، وتشاركوا معنا وتبعثوا لنا اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات وشو حابين انه الشيف محمد يعمل لكم بالحلقات الجاي. رح احاول قد ما بقدر اقرا من التعليقات اللي رح توصلنا. بدي منكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقه لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص، وخصوصا تعملوا منشن لكل محبين الاكل السعودي. بنروح على للشيف، احكي لنا ايش اللي بيميز الاكل السعودي شيف؟ اللي بيميز الاكل السعودي بساطته والنكهات القويه اللي فيه. اوكي، من ناحيه البهارات ولا من ناحيه البهارات بهارات. يعني الناس بتروح على الخليج مشان تشتري من عندهم بهارات، لانه البهارات اللي عندهم قويه. انت بتعرف اذا في لكم قرايب مثلا بالسعوديه ولا لكم قرايب باي مكان، بتلاقي له والله بالله عليك شويه زعفران معك بالشنطه، عشان الله شويه شو اسمه قهوه، عشان احنا الهيل عندهم يا الله شو بجنن. فالبهارات أوكي. عندهم قويه مميزة. جدا حلو، تمام. طيب فاحنا اليوم بحلقتنا ايش رح تحضر لنا؟ اليوم رح نعمل ثلاث وصفات. رح نعمل اول شيء الكبسه السعودية، ورح نعمل كمان العريكة، هو نوع حلو من أهل الجنوب، أكثر شيء الجنوب السعودي بيستخدموه. ورح نعمل كمان الدقوس على أو إحنا بنحكي له، تعرف الصوص اللي بيجي مع كل الأرزاز هذا اللونه أحمر، رح نعمله على طريقته المضبوطة. حلو، تمام. إذا خليكم متابعينا لحتى تشوفوا هالوصفات كيف رح نحضر لكم إياها من الألف للياء. إيش أول وصفة رح نبلش فيها؟ رح نبلش بالكبسة. الكبسة، يلا خلينا نشوف مقادير الكبسة مع بعض. للكبسة السعودية رح نحتاج لجاج من العيس، 3 معالق كبيرة معجون بندورة، معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، 3 أكواب رز مهراجة، 3 حبات بندورة أو عصير بندورة، 2 حبة بصل، 10 حبات من القرنفل والهيل، قرفة، فلفل أخضر أو ملون. يعني بما أنه اليوم هيك أسماء أكلاتنا غريبة كلياتها من المطبخ السعودي، فحابة أسألكم شو أغرب اسم أكلة مرقت عليكم؟ واو، كيف هالسؤال؟ والله سؤال قوي من العيال. سؤال التخيل. قوي صح؟ أسئلتك دائما بتجنن، فيلا. يلا فشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، واحكوا لنا شو أغرب اسم أكلة أو طبخة أنتم مرقت عليكم، بتحبوها ما بتحبوها، جربتوها ما جربتوها، بس إنه سمعتوا فيها، فابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في أوفيشال، وإذا لسه ما عملتوا فولو لصفحتنا الجديدة عمان تي في كيتشن، اعملوا لها فولو لحتى دائما توصلكم آخر أخبارنا، وكل الوصفات ترجعوا لها إمتى ما أنتم بدكم. شو بنبلش بالكبسة أنا شايفة؟ بنبلش بالكبسة تبعتنا. أول إشي لازم نعمل الحمسة أو هي الحوسة أو البيس تبع الكبسة تبعتنا. رح نحتاج أنه هون زيت من شعبان، الحلقة اليوم برعاية تقريبا شعبان يعني اليوم كل إشي تقريبا من عندهم. وكمان عندنا دجاج العز. حلو، دجاج العز هذا المفروض إحنا لو إجينا للوصفة الأصلية، الوصفة الأصلية بتحكي إنه إحنا بنحط البصل تبعنا، هنحط بصل هلا شوي صغيره، ولكن الوصفة بتحكي إنه لازم نحمس أو نحوس الدجاج تبعنا مع الصوص اللي طالع عنا، بس إحنا عشان ما عنا كتير وقت فأنا سلقته أو جهزته قبل بوقت شوي صغيره. ليه؟ عشان تطلع معنا على القد أو أوكي. على الوقت. الوقت تطلع الطبخة مزبوطة 100%. يعني زي ما أنتم شايفين إنه إحنا اليوم وصفاتنا ولا إشي جاهز منها، فكل ياكم رح يجهزوا معنا خلال هالساعة. سفرتنا فاضية لسه، رح نعبي لكم إياها من هون لنهاية حلقتنا، كلها أكلات سعودية، فخليكم معنا بهالساعة. ولكل ستات البيوت اللي ما عندهم وقت إنهم يطبخوا، هينا رح نعملهم بساعة مع بعض. ثلاث تحلاية وطبق رئيسي والسايد تبعها. حلو، تمام. طيب أنت حطيت زيت شعبان وبصل. حطيت زيت شعبان وبصل، هلا ايش راح اسوي؟ بس يدبل شوي صغيره، راح انزل عليها البندوره او حننزل عليها اول البهارات تبعنا. ليه احنا حننزل البهارات تبعنا؟ لانه اول شيء البهارات لما ينزلوا على الطنجره تبعتنا مع الحم تبعهم بيطلع الزيوت ولا زيوت العطريه الموجوده جوا البهارات،
فبتعطي النكهه مش عاديه مش عاديه. فاليوم عن جد احنا رح ناكل اذكى كبسه بالتاريخ. احنا وانتم اذا حابين تاكل اذكى كبسه جربوا هالوصفه. والله يا شيف بلشت توصلنا تعليقات اسماء وصفات غريبه، خلينا نشوف اذا انت سامع فيها او لا. يلا هلا اول شيء عم بتقولنا مها في اكله اسمها الشلباطو، مها الصفدي. الشلباطو انا بعرف الشلباطو اللي بيكون مع الباذنجان، انت ما بتعرفها؟ لا. اوكي هاي انا بعرفها. في عنا حسن عم بيقول كازابلانكا، في هيك شيء كازابلانكا هي عاصمه او أوكي. دوله لا يعني بس انه شكلها طبخه يعني مش عارفه، ما عم بيشارك معنا باسم دوله ولا بلد مش عارف. اوكي وفي عنا كمان عم بيقولوا لها لمها انه الشلباطو اكله فلسطينيه. وفي عنا خوله عم بتقول اكله اسمها شختوره، سمعت فيها الشخطوره بس ما بعرف. طب يلا احكي لنا يا خوله شو هي الشخطوره. سامع فيها الشخطوره بس ناسي شو. وفاء عم بتقولنا مطريز. الشخطوره الله يرحمها. مطريز شو مطريز؟ اسمع انا حاسه بلشت الاسماء عن جد اسماء غريبه. طيب يلا يا وفاء احكي لنا. اسمع اللي بده يكتب لازم يكتب الشرح وراها. أيوة هي عباره بالضبط. عن قريبه من ايش؟ قريبه من وصف احنا بنعرفها، ايش مكوناتها، ايش مقاديرها، يعني ابعثوا لنا هيك شويه هيك بريف عن الوصفه. في اكل اسمها الخياريه، فيها خيار وفيها كوسه بس هيك اسمها اكله لبنانيه من اسماء. ما عندي هون وانت عم تحكي نزلت البهارات تبعوني اللي هي الصحيحه. أوكي. وحنزل كمان بهارات مشكله من عندكم، انتوا بتقدروا تختاروا اللي بدكم اياه. راح نطلع النكهه الموجوده جواتهم عشان ايش تطلع الطبخه تبعتنا بوم بوم العاده. حلو. في عندنا كمان اللي عم بطلب منك اكل مكسيكي. اكل مكسيكي عملنا عملنا أكل مكسيكي. اكل مكسيكي صراحه. هاي الحلقة احنا اخترناها لانه انتم بدكم اياها، يعني مش انا اللي عملتها. ونفس الاشي المرات الجاي اي طبخة بدكم اياها او بدكم تتعلموها او بدكم تشوفوا كيف طريقتها او طريقة مختلفة لها، انا حطيت هون شوية اضافات هلا رح نحكي عنهم. بس انتم خبرونا عشان ايش نقدر نسويهم. برضو اكتبوا لنا بالتعليقات ايش الطبخات اللي بدكم اياها عشان نسوي لكم اياها المرات الجاي. وإلي كمان بالنسبه للاكل المكسيكي بما انه الشيف عمله من قبل، تقدر تفوت على قناتنا على اليوتيوب وتكتب الاكل المكسيكي شيف محمد عليان على بهار ونار، بيطلع لك كل الوصفات اللي الشيف عملها من قبل. صحيح صحيح. هننزل هون البندوره او عصير البندوره والشيء اللي بدكم اياه. انا كثير بحب لون الكبسه يكون لونها احمر، احمر كثير بحبها، فما بدي احط نكهات او مصبغات، فانا بستخدم ايش المواد الطبيعيه الموجوده عندنا. احط بندوره وعشان اللون اكثر واكثر احط عليها ايش رب البندوره. البندوره تمام. في عنا مجد النعيمات عم بتقول يسعد اوقاتكم شف محمد والرائع دانا، الشخطوره هي الكرشات، فهي وضحوا لنا. حلو احنا بنعرف الكرشات. أوكي. بس هي تعرفنا على اسم جديد جديد اللي هو الشخطوره. ولكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا بدي ارحب فيكم، بدي احكي لكم انه اليوم كل وصفاتنا اكلات سعوديه، بدي اياكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك وتحكوا لنا شو اغرب اسم اكله انتم سمعتوا فيها جربتوها اكلتوها من المطبخ السعودي او من غيرها من المطابخ. شاركوا معنا على صفحتنا على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. شو الريحه؟ رائحه مش عاديه صراحه. انا بحب يعني لو سألتيني أي مطبخ بتحب صراحة بحكي لك المطابخ الهندية والمطابخ اللي فيها كتير بهارات. بحس إنه الأكل واو واو واو، فأنا كتير مبسوط اليوم. حلو إن شاء الله دائما بتضلك مبسوط. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. طيب وشو وضع الدجاج؟ أنا شايفته الدجاج عندنا هون دجاج العز. دجاج العز أنا جبته وسلقته وحطيت معاه شوية اللي هي إحنا بنحكي معطرات عشان تنظف وتعطينا نكهة لطيفة. حطينا هيل، حطينا كبشة قرنفل، حطينا بصل، حطينا قرفة، أي شيء بدكم إياه أنتم بتقدروا تحطوها مع عشان تطلع منها أو تخفف أو تشيل نكهة الزفرة إذا فيها زفرة. بس إذا استخدموا دجاج العز ما رح يضطروا صراحة. لوز بالضبط. أوكي أنت إيش استخدمت من دجاج العز؟ دورة ولا؟ دجاج كامل صراحة. دجاج كامل. هلا في أكثر من طريقة للمقلوبة. أيوة. بلشنا نبلش. في أكثر من طريقة للكبسة تبعتنا، الكبسة فيها نوعين، النوع الاول انه احنا نحط الدجاج جوا الكبسه تبعتنا، والنوع الثاني انه احنا نحطها بصوص لحال وين موجود جوا الفرن. ولكن انا صراحه بحب كثير النكهه قويه بالدجاج، فراح احطها جوا الايش جوا الرز. جوا الرز ليش؟ لانه مع الطراوه مع المي تبعت الكبسه راح تطلع هيك دايبه دوب الدجاجه
وهذا الشيء المطلوب، لانه انا واحد من الناس كثير بحب الدجاج واللحم يكون دايب على الاخر. انت نفس الشيء ولا لا؟ زاكي صراحه انه يكون دايب اسكى مما يكون ناشف وما تحس بيه. انا هيك بحب صراحه. بيكون بتضطر انك تضيف عليه شيء عشان شوي هيك يصير صوص يطرى شوي. بس عندي مشكله بشغله صغيره كثير. الشغله هي انه البهارات الحبوب الموجوده جوا وين؟ جوا الرز اللي راح تضلها معه. اوكي. هاي واحدة من الشغلات اللي بتسبب لي احراج احيانا، بس اروح عند ناس وضيوف وهيك وانا عم باكل تطلع لي حبه هيل بتمك. طب شو الاجراء؟ شو بدي اعمل؟ شو بدي اسوي بهذيك اللحظه؟ اني ابلعها حتجرح لي زوري ولا حتاذيني؟ اني اطلعها برضه مش موقف او مش منظر قدام الناس، وانت بهذاك الموقف بتسيبك هيك صدمه. مين انا؟ طيب مين هدول؟ شو بتنصحنا نتصرف بهالموقف؟ ما بعرف الصراحه، لحد الان ما لقيت الحل انا. ما لقيت الحل. طيب بس انت رح تخليهم بالوصفه كمان؟ وتخلينا هلا نتفاجئ فيهم واحنا بناكل. يعني عشان اشوف اتعلم من رده افعال تبعون الشباب ونطلع لكم نطلع لكم بجواب تقدروا تتصرفوا فيه اذا صار معكم هالموقف. يعني عليك، هذا هو الحكي الصح. طيب نرجع لتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. في عنا تعليق من عايدة عم بتقول يعطيكم الف عافية، بتقول الرشوف واللزاقيات الأردنية ما بعرفها. اللزاقيات انت ما بتعرفي؟ لا هي عم بتقول ما بتعرف. انا الرشوف هو عبارة لازم اكون بعرف. اوكي، الرشوف هو عبارة عن انا صورت عندي برنامج بالسمن البلدي، اذا بعرفوش هسه مصيبه يعني. عن جد مصيبه كثير. يلا اشوف انا بعرف الرشوف. يلا احكي. اسمع استني، بتذكر انه كان في حمص حب، بتذكر انه كان في عدس، بتذكر انه كان في جريشه، لبن شو اسمه جميل. لبن جميد وسمنه بلديه وبصل وحطت عليه حواجه و هلا في ناس بيضيفوا معاه رز وفي ناس ما بيحطوا معاه رز. احنا اكلناه على الطريقه المضبوطه. اوكي تمام. وفي كمان عندنا نجحت بالاختبار ولا لا؟ ممتاز 100%. في عندنا سوزان عم بتقول في حل بهارات الحب، في علبة حديد بنحط فيها البهارات صح وبعدين بنقيمها. صح في إلها، بس انا بحس اذا ضلت معاها بتعطي نكهات اكثر، وهذا الشيء اللي بدي اياه. انا بدي تطلع النكهات كثير قويه مش شوي. لا هو قصده انه يشوف ايش رده فعلنا لما تطلع لنا حبه هيل. ورقه غار، شقفه قرفه، فهو طيب. هذا المقصود اليوم. هلا حنشيل الدجاج تبعنا ونحطه على الايش؟ على الصوص اللي عملناه، وهنحط فوقيه الرز تبعنا اللي هو ايش؟ ايش؟ رز ايش؟ رز مهرجة. يعني في عندنا هنا عساف عم بتقول هريس اكله كويتيه، اعمل لنا اياها. هريس. باي ذا واي الدقوس في منه كويتي. يا الله اكلتك مره اكله اسمها شو كويتيه؟ مدشبوس لحم. حلو. هذا الاشي مش عادي. في عنا سوزان عم بتقول طبخة أبلمة اللي هي المخشي. أبلمة. يعني هاي. وفي عنا آيات عم بتقول الشختورة عبارة عن رز وسبانخ طبقات. فتت سبانخ جديد. اوكي. وفي كمان عندنا مهيرة عم بتقول يسعد مساكم، اولادي كثير بحبوا الكبسة، انا كنت عايشة بالسعودية. يلا يا مهيرة اعملي لهم هالوصفة الكبسة واحكي لنا اذا وصفة الشيف محمد اليوم زي وصفتك او بتفرق عنها. اوكي. اسراء عم بتقول بدنا طريقة الكبسة بالدجاج، تعيد لنا اياها كمان مرة يا شيف. الكبسة بالدجاج اول شيء هو المفروض انه احنا نحط البهارات والبصلة تبعتنا، ندوبها ونحمسها شوي صغيرة. بعد ما نحمسها شوي صغيرة نحط عليها البهارات تبعونا والبصلة، بعدين ندير عليها البندورة او عصير البندورة وشوية رب بندورة عشان تعطينا لون اكثر. نحمسهم شوي صغيرة وتخلي الدجاج هيك مع اموره تتداخل ببعض النكهات، بعدين نضيف عليه مي ونخليه ينسلق. بعد ما ينسلق بنضيف عليه الرز، وبعد ما نضيف عليه الرز بنتركها تنطبخ على جنب، وبتحط شو اسمه ملح وفلفل، والسلام عليكم. وعليكم السلام. وخلصت تمام. وانت هلا شو صار بالصلصه تبعتنا؟ الصلصه تاعتي هيني شغال عليها. ضفت عليها الدجاج عشان يتسبك عشان يتسبك وعشان ياخذ نكهه ايش؟ الصوص اللي موجود معنا. اوكي. يعني وامتى بنضيف عليهم الرز؟ اسمعي، احط كمان شويه كزبره. بحس الكزبره بتعطيها نكهه زاكية مش عادية صراحة. في عنا ابتسام عم بتقول يعطيكم العافية، أنا كل مرة بخلي حبة هيل عشان أشوف لمين بتطلع، أو حبة ششبرك فاضية أو معمول فاضية، ودائما بتطلع لنفس الشخص. واي حركة رهيبة صراحة. حلوة ابتسام. حركة رهيبة رح أصير أعملها.
تخيل تكون عندك عزومه ويكون في حبه من الحبات فاضيه. راح اصير اعملها صراحه. فكره حلوه. اوكي، في عندنا كمان ام راني عم بتقول حلو مفروكة الازحة، عبارة عن عجين مع الطحين القمح والسكر وبتنخلط معهم الازحة المطحونة وبتنخبز بالفرن وبعد ما تطلع بتتزين بزيت الزيتون. بتعرفها هالوصفة؟ لا صراحة. اوكي، اول مرة هي وصفة كمان جديدة. وفي عندنا اخلاص المناصير عم بتقول منورين يعطيكم العافية، المسرودة عبارة عن عجينة ومحشية بالمكسرات والسكر والسمنة والزبيب بتتسوى على البخار. صراحة كثير حبيت يعني هيك السؤال والتفاعل كمان منكم كثير حلو. حسيها هيلثية شوي. هيلثية شوي بايش بالضبط؟ بالسمنة ولا بالسكر؟ هيلثي شوي. بس ايش هيلثي بالضبط؟ السكر ولا سمنة ولا المكسرات ولا الزبيب؟ ايش عشان بالضبط؟ محطوط على البخار. انت سمعت الاخر بس. اخر الجملة. اوكي تمام التمام. لا انا كثير مبسوطه على تفاعلكم، بدي تفاعل اكبر منكم، بدي اياكم تشاركوا معنا بوصفات بالضبط. غير الشير بدي اياكم تحكوا لنا ايش اسم وصفه غريبه، طبخه غريبه سامعين عنها جربتوها او ما جربتوها، سواء كانت من المطبخ السعودي زي ما احنا اليوم حاضرين لكم من المطبخ السعودي او من غيرها من المطابخ. شاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وما تنسوا تعملوا شير للحلقه لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص، واعملوا منشن لكل محبين الاكل السعودي. اليوم الشيف محمد مدلعنا بالاكلات السعودية. شو الوضع؟ هلا بدي اضيف الرزات عندي، الرز هون طبعا رز مهراجة، هو رز ممكن نعمله بطريقتين، الطريقة الأولى إنه احنا نغسل الرز تبعنا بمي ونصفيه، أو الشيء الثاني إنه احنا ممكن نحطه نفس ما هو ونغسله غسلة سريعة ونحطه فوق الطبخة تبعتنا، إذا بدكم تنقعوه بدكم تقللوا كمية المي، وإذا بدكم ما تنقعوه بدكم تزودوا كمية المي. ليش؟ إنه مش شافط مي النشا. وبس حنضيف الرزات هلا. اسمعي نسينا نحط هدول الاثنين، هاي ثلاثة، هدول الثلاثة لازم موجودين بكل طبخة، فبنقول لهم ايش؟ إلى اللقاء، مع السلامة. بس انا بتعرف ايش بحس لما بتنحط الفلفل الحار هيك ما بتطعم ولا بتعطي حراره، يعني يعني انه اذا كتير. مثلا قسمناها من النص او فتحناها شوي يعني هيك بتنكه اكثر. صح؟ صح صح صح. اوكي، واستخدمنا رز مهراجه. رز مهراجه بيحتاج مي اكثر من المي من الرز العادي ولا بحكي لك انه اذا انت نقعته ما بده نفس العيار العادي، اذا انت ما نقعته اي رز بالعالم برضه نفس الشيء. اوكي هلا هنخليها هلا كسرنا الدنيا. هلا شو رايك نطلع فاصل صغير نرتب امورنا، نرتب طاولتنا وننتقل على الوصفه اللي بعديها ونرجع لهم. شو هي الوصفه اللي بعديها؟ رح نعمل العريكه. يلا خليكم معنا، اذا هيك بعد الفاصل رح نرجع لكم باقي اكلاتنا السعوديه، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل باقي وصفاتنا اليوم. اليوم اكلاتنا كلياتها من السعوديه، الشيف محمد اخذنا على السعوديه وحضر لنا اكلات بتشهي. اول وصفه عملنا لكم اياها هي الكبسه، اما هلا فبننتقل لطبق الحلو. بس بدي ارجع ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، واذكركم انكم تفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وتعملوا شير للحلقه وتعملوا منشن لكل محبين الاكل السعودي، وتشاركوا كمان معنا بتعليقاتكم وتحكوا لنا شو أكثر أكلة استغربتوا من اسمها وأغرب اسم أكلة مرأت عليكم، سواء جربتوها ما جربتوها، بتحبوها أو ما بتحبوها من المطبخ السعودي أو مش من المطبخ السعودي. شاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، رح أحاول قد ما بقدر أقرأ من التعليقات اللي عم توصلنا. شو يا شيف؟ تكتكت أمورك؟ تكتكنا أمورنا وكل أمورنا رواق الرواق. ممتاز. هلأ شو؟ هلأ بدنا نيجي للوصفة الثانية. الوصفة الثانية هي عبارة عن نأخذ المكونات ونرجع. يلا للعريكة رح نحتاج لكوب طحين أسمر، رشة ملح، رشة زيت شعبان، مي، تمر، قشطة، عسل، مكسرات. العريكة من الحلويات اللي بيتميزوا فيها المطبخ السعودي والسعوديين. خلينا نشوف كيف طريقة تطبيقها، بس أنا أكثر إشي لفت نظري بقول للشيف الطحين الأسمر. هي بتزبط بالطحين العادي ولا انت بتحاول تكون صحيه؟ لا لا لا، هي هيك الوصفه، هي الوصفه هيك يعني، مش عشان انا موجوده. لا 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 مش عشان، قال تعملني عشان شوي بس نتحسس. عن جد حسستني اني انا مهمه شوي. طيب ندخل على الوصفه. حطينا هون شويه رشه ملح صغيره، هنحط عليها برضو شويه زيت، بتقدروا تحطوا الزيت اللي بدكم اياه، انا حطيت زيت من شعبان. هلا حنحط عليها شويه مي، بدناش نكتر عبال ما نوصل للقوام اللي احنا طالبين. والمي لازم تكون سخنه ولا مي على مو شرط عادي، مو شرط مو شرط مو شرط، المهم نعمل الخليط تبعنا.
في عنا بسام الحلبي عم بيقول اسم الأكلة مكمورة وهي رز مع ملفوف. مكمورة سامعين فيها. مكمورة رز مع ملفوف؟ شو رز مع ملفوف؟ ترجمة، ترجميني. شو بعرفني؟ شو ما بعرف هيك هو كاتب بسام هيك كاتب، أنا ما بعرف. أنا مالي دخل. ملناش دخل. طيب وفي عنا علا عابد عم بتقول في أكلة اسمها الرمانية، عبارة عن رمان حامض معصور وعدس حب مسلوق وبتنجان كتير غزوية مع فلفل مكبوس. أتوقع غزوية هاي ولا لا؟ ما بعرف. مش عارف صراحة، أنا بتوقع أنها غزوية. أوكي، في عنا واصف بيقول ليش ما تطبخوا بط أو ديك رومي أو رز مع حمام أو فري؟ راح نعمل إن شاء الله، بس كل شيء له موسم، يعني قبل ثانكس جيفينج بنيجي وبنعمل. حلو. أوكي، وفي عنا أم جوري عم بتقول البصارة هي أكلة فلسطينية عبارة عن فول مجروش وملوخية ناشفة. فول ملوخية مع بعض؟ مش عارف صراحة، كيف الأكلات هاي طعمها زاكي ولا لا؟ عن جد؟ أو يمكن إحنا عشان إحنا مش ضايقينها فإيش؟ ممكن مصدومين شوي صغيرة. أوكي، في عنا كمان ميسا عم بتقول في أكلة بتشهي هي عبارة عن برضو نفس الشيء البصارة، عم بتقول ملوخية ناشفة وعدس مجروش. والله هاي في إقبال عليها. ما بعرفها صراحة. لازم نجربها. ابدا 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 ابدا. اوكي، بقول لك الرومانيه غزاويه. ها في سومالية كمان. في اكله قال اسمها ست زنبقي، زبقي مش عارفه. اكله دمشقيه عباره عن العدس والمعكرونه مع اللحمه. عدس ومعكرونه مع لحمه ممكن، بتوقع انه يكون غذائي، هذا طبق غذائي 100% لانه في كمية عدس رهيبة. في عنا محمد عم بيقول في أكلة اسمها باطرش، بتنجان مشوي بينخلط مع الزبادي والطحنية والثوم، بينحط فوق صلصة البندورة مع اللحم المفروم والمكسرات والبقدونس. أكلة روعة، وهي أكلة خاصة بسوريا. حلو رهيب والله، يعني حبيت التفاعل. في أكلات صراحة حلو، حبيت السؤال. يلا هلأ ركزولي إيش رح يعمل الشيف. انا صورته قبل الحلقه لانه كان عم بفرجينا حركات بهلوانيه. اشاعات. لا لا، ملك العجينه يعني. انا كثير بحب صراحه العجين لدرجه رهيبه. انا بتذكر كنت ممكن قبل ال 18 كنت مدير مخبز من كثر ما انا بحب العجين. اشتغلت في محلات طابون، اشتغلت في محلات اشراك، اشتغلت في محلات معجنات. اول محل اشتغلت فيه بكل حياتي محل معجنات، بكل حياتي بمجال الطبخ. بدي اسال سؤال، هل فعلا خبز الاشراك اخف من الخبز العادي بما انك انت اشتغلت؟ هلا ما في اخف، هو الطحين واحد عندنا. الطحين واحد كميته بتكون نفسها، بس ما في كيف يعني نفسها، يعني ما بتكون كثير لانها هو رقيق مش زي الخبز العادي. طبعا ارى بس ايش كنت بدك تحكي؟ بس الشراك. بس ما في خميره ولا في سكر. فبتحط بس طحين وملح. ملح اوكي، ولا شيء ثاني. تمام التمام. اوكي، وفي عنا سعاد عم بتقول المسلوعه عباره عن عدس مجروش ورز. وصفات صراحه غريبه وجديده، وانا والشيف اول مره بنسمع فيها. فيلا هيك عرفتونا على. هلا ممكن انا اذا بشوفها ممكن نعرف، بس عشان الاسماء غريبه وكل حدا عنده اسم لشيء فمختلف الوضع. مزبوط مزبوط. وعابد عم بيقول لنا في اكله اسمها سماشكات، لحمه بالرز والمكسرات، هي اكله سوريه. حلو. اوكي، نرجع للعجين. نرجع لك للعجينه. العجينه حطيناها عشان ايش؟ عشان تستوي. أوكي. ولكن انا مجهز احتياطا تحت عندي ايش وحده وحده قبل شوي عملتها. ليه؟ عشان ممكن هاي تاخذ شويه وقت. خلينا نطمن على الكبسه تبعتنا. اذا طلعنا على الكبسه تبعتنا طلع كميه الروائح والبخار اللي طلعت رهيبه. هلا في حال وصلت الكبسه لانه شو اسمه، تعرفي انه انا نسيت اوطيها على نار واطي، هلا ممكن يكون حرقت من تحت. ما انا لسه جاي اسالك، يعني انه عادي انه احنا نفتح هيك عليها ونحركها؟ هلا بنكتشف مع بعض. هلا بنكتشف مع بعض اذا عادي ولا مش عادي. نحط هاي هون. لا هو شكله عادي. عادي، امورنا بالسليم. حركناها من تحت. اوكي هلا ممتاز. هنحط
نغطيها شوي صغيرة ونخليها تستوي بأقل من راحتها أو يو. ممكن نقولها نحطها على الواطي شوي. آه على الواطي شوي. واحد بتقول لك أسمى بما أنك ملك العجين لازم تعملي لنا بيتزا. حاضر. هو من أول ما دخل معنا ببهار ونار وهو بوعدنا بهالبيتزا ولساتنا ما شفنا إشي يا أسمى، فيعني هلا بنستنى إحنا وياكم البيتزا مع بعض. في عنا كمان سهى عم تحكي يعطيكم ألف عافية، من الأكلات الفلسطينية هي عبارة عن أكلة شتوية بتتكون من عدس مجروش ورز وبتتاكل مع الخبز وعصرة ليمون وبتتزين بالبصل المقلي على شكل ريش وهي أكلة شتوية وأنا بعملها دائما. إيش اسمها؟ شكرا لك. مش حاطة إيش اسمها بس هي بلشت بالمكونات دغري بس ما حكت لي إيش اسمها. أوكي طيب أوكي رهيب. وفي عنا كمان روزان عم بتقول في أكلة فلسطينية هي عبارة عن عدس ومعكرونة وبصل وهالقصص بس أنا ما بحبها. بس هاي أكلة غريبة. هي حبيت قال إنه أنا ما بحبها. أنا ما بحبها. أوكي. وفي عنا سماهر عم بتقول في أكلة اسمها منسى فيها لحمة ورز ولبن على الوجه بنحط لوز وبقدونس. شو هاي الأكلة؟ ما بنعرفها مو سامعين فيها. أوكي يلا نرجع للعجين. هلا. اوكي ايش حطيت على بالبلندر هلا هون؟ حطينا بالبلندر تبعنا هي العجين نفسها اللي عملناها هون هلا. بس انا عشان اسرع شوي صغيره ايش سويت؟ حطيتهم جوا قطعتهم شوي صغيره وضربتهم على البلندر. هلا بعد شوي حضيف عليها التمر. حجيب تمر عادي احطه مع الخبز تبعنا واضربه على الخلاط تبعنا واخليه كلياته يتجانس عشان يعطينا ايش؟ القوام اللي احنا بدنا اياه. يس اكزاكتلي. فخلينا نخلط شوي صغيره. تمام خلطنا اذا هيك العجين مع التمر وهذا القوام اللي انت بدك اياه. هذا القوام اللي بدنا اياه. لا صراحه بدنا نضربه كمان شوي صغيره. اوكي يلا تمام تمام ولا مو تمام؟ ضل عندنا وحده صغيره مو جاهزه فبدنا نرجع نضرب كمان مره. احنا بدنا نضل نضربها لحد ما ايش لما يختفي كل حبات التمر. اذا بتلاحظوا هون هيها في حبه تمر لسه مو رايحه معاهم فاحنا ايش بنسوينا نحطها. اوكي تمام اظن هلا هيك, كلها جهزت معنا. بس عشان نظبط الامور اكثر خلينا نطلع فاصل صنفور صغير ونرجع لهم. ونرجع لهم تمام. اذا احنا رح نرجع لكم بوصفه العريكه واكلاتنا السعوديه اللي محضرين لنا اياها اليوم الشيف محمد العليان. بس بعد الفاصل خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. اليوم اكلاتنا كلياتها اكلات سعوديه. بدي اياكم كمان تفوتوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك احنا معكم لايف على عمان تي في كيتشن وكمان على عمان تي في اوفيشال. بدي اياكم تشاركوا معنا وتحكوا لنا شو هي اغرب اكله مرقت عليكم من ناحيه اسمها وكمان بدي اياكم تحكوا لنا شو هي مكونات هالاكله. يعني احكوا لنا ايش اسم الاكله وبعدين احكوا لنا ايش هي مكوناتها عشان نحكي لكم انا والشيف محمد اذا سمعين فيها من قبل او مش سمعين فيها. اول وصفه اليوم حضر لنا اياها الشيف محمد من المطبخ السعودي هي الكبسه. من بعدها هلا عم نعمل لكم العريكه. رح نرجع لوصفه الحلو اللي هي العريكه ونشوف ايش عم بيعمل الشيف محمد. هو حاليا هو ما عم بيعمل عريكه هو عم بدوق. عم بدوق اخبار الطبخه. شو طمنا لسه بدي اشوف. ايوه واو واو زاكي واو يلا ممتاز. اذا لازم تجربوا وصفه الكبسه على طريقه الشيف محمد. في عنا كثير تعليقات عم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك شيف عم بسالوك ايش البهارات اللي حطيتها على الكبسه. بهارات الكبسه حطينا كبشه قرنفل. صراحه انا عملتهم حطيت كبشه قرنفل حطيت هيل حطيت قرفة وحطيت كمان ورق غار حطيت كزبرة حطيت ملح وفلفل وبهارات مشكلة وبس وبس بس تمام. هدول هم تمام التمام. طيب نرجع للعريكة. العريكة تبعتنا ايش المكونات تبعونها نعطيكم اياها كمان. مكونات العريكة هي نحن جبنا طحين قمح عادي حطينا عليه شوية ملح وحطينا عليه ايش المي حركناه وشوية زيت. بعد ما حركناه وعملناه نفس العجين ايش سوينا حطيناه على البان تبعتنا او المقلاي تبعتنا حمصناه. بعد ما حمصناه حطيناه بالهاند بلندر وضربناه كلياته مع ايش مع تمر. ليش؟ عشان اخذ الحلاوه الموجوده جوا التمر وعشان يطلع برضه الخبز اللي عملناها هاي تطلع 100% لوز اللوز. اوكي هو نفس هذا خبز العويص صح بسموه؟ نفس الشيء. اوكي تمام واو واو. طيب هذول مفتوحات. ايوه يلا أوكي. عشان نبلش نطبق بالوصفه تبعتنا. طحناها مع التمر وبنحطها طبقات انا سمعت. يس طبقات طبقات طبقات. يلا خلينا نشوف هنحط طبقه صغيره هون.
من تبين زي كأنها بسكوت. هي تقريبا صراحة بس دسمة هسه بتشهي مع ال... مع ال... القشطة والأشياء الحبشتكنات اللي جايبهم أنا. ماما مية يا سلام. طيب نرجع لصفحتنا على الفيسبوك ونسمع إيش أغرب وصفة مرقت عليكم وإيش أغرب وصفة جربتوها أو سمعين فيها. في عنا عايدة عم بتقول الأكلات تقريبا بتشبه بعض بالنهاية الأكل نفس. سبحان الله يسعد مساكم 100%. يعني ممكن إحنا بنعمل ملوخية غير عن الملوخية تبعتك، فكل واحد زي ما قلتي نفس إله للأكل. وفي كمان من منطقة لمنطقة بتتغير أسماء الأكلات بس هي بتكون نفس الأكلة. طيب في عنا أمل عم بتقول بدنا البرياني مع إنه أصلها هندي، أو إنها هي بتحب البرياني مش عارفة. ممكن. أوكي. وفي عنا غانية عم بتقول الأكلة اسمها المسلوعة بيحطوا فيها أوكي لا عم تقول إنه أنا قرأتها مسروعة. لا أنا ما قرأتها مسروعة الله يسامحك، مسلوعة حكينا مسلوعة. أوكي هي عبارة عن عدس ورز بتزين بالبصل وريش اللي البصل ريش ومقلي بيكون. وفي عنا نور عم بتقول إنه بديك تقرأي تعليقي. يلا يا نور ارجع اكتبي لنا تعليق تبعك عشان أقدر أقرأه لأنه وصلنا كتير تعليقات فمش ملاقي التعليق تبعك. وفي عنا هيام عم تحكي يعطيكم ألف عافية. في عنا مي عم بتقول أكلة مشاط هي عبارة عن زهرة مسلوقة مع طحين وبصل وبقدونس أكلة فلسطينية. صح. أنا بعرف هالمشاط. بتذكر ستي كانت تعملها الله يرحمها. الله يرحمها. اوكي. وفي عنا كمان خلود في عم تحكي في وصفات شيشانية لك مصلحة شيف. شو وصفات شيشانية؟ بدنا نجيب حتى شيشانية يطبخ لنا. شيشانية يطبخ لنا. بدور القناة عنا مليانة شراكس بدنا نسأل زميلتنا دانا كمان. صح. ممكن دانا تساعدنا ايش الموضوع. الاكلات اللي لازم نعملها. في محمد كمان. طيب في عنا كمان عم بتقول اخلاص في اكلة سعودية بسمع فيها كبسة لحم الضب. تعرفها؟ انا كنت بحضر بطاش مطاش بصدوه وبعمل هيك شيء بس ما عمري جربت او سمعت او فكرت انه فكرت منها. اوكي. طيب هلا احكي لنا نرجع لك شو عملت لنا بالعريكه. العريكه ايش عملت؟ حطيت طبقه التمر والعجين. التمر والعجين وهلا حطينا قشطه عليهم. هلا حنفردهم شوي صغيره. ما حطيت إشي تاني كمان مع القشطة صح؟ لسه؟ لا 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 ولا أي إشي. أوكي. بعدين رح تحط عليها باقي المكسرات والعسل وأنا عم بستنى أشوف العسل وين بده يجي. يس يس يس. تحب العسل؟ بحب العسل. وأنا بحب العسل. طيب أنا حسيتها زي الجرانولا. هي المنظر تبعها هيك نفس الإشي. صح؟ بس هي كتير أدسم من الجرانولا. أكيد. كتير 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 مش شوي. أكيد. اوكي هلا فستق حلبي. هدول المكسرات تبعونا. هم طبعا بيقدروا يحطوا ايش ما بدهم مكسرات. يس. الموجوده عندهم. يس. المكسرات اللي انتم بتحبوها يعني اختاروا اللي انتم بدكم اياه. اوكي حطينا فستق حلبي، حطينا لوز حطينا كاشو، حطينا او هنحط كمان زبيب. انتم بتقدروا تحطوا اي شيء موجود مكسرات عندكم بالبيت، اي شيء بخطر ببالكم تحطوه. لا ترتبطوا باي وصفه احنا بنعطيها او بنحكي لكم اياها. اوكي دائما تقدروا تبدأوا من عندكم بالضبط. يس. هاي كمان زبيب. هاي كمان زبيب. صراحه شكلها كثير حلو. صراحه كثير مش شوي. اوكي صراحه انا كنت جايب زبيب لل كبسة. للكبسه وراحت على راحت على الكبسه. هلا راح ندخل على اهم فقره وهي فقره الايش؟ العسل. اوكي راح ناخذها. يا سلام. نروح على اللي بعديها. رح يعطيها هيك طعمة حلاوة زاكي. ووو. كمان غير التمر رهيبة رح تعطيها النكهة مش عادية صراحة. صراحة طلع كتير شكلها طالع حلو. الألوان تبعت الصحن المكسرات إبداع والله. جابالي أصورها. الأكل السعودي جابالي أصورها هلا. الأكل السعودي طلع والله فخم فخم فخم. يلا فخم فخم. سلم ايديك. هيك وصفتنا هاي جهزت. وهلا شو؟ هلا رح نيجي لايش؟ لسلطة او صوص الدقوس. الدقوس. يلا نشوف المقادير مع بعض. يلا
للدقوس رح نحتاج لبندورة، فلفل، ثوم، كزبرة، ملح وفلفل أسود، عصير ليمون، معجون بندورة، كمون، لبن من المها. هند جاوبت على سؤالنا بدنا أكلات شركسية، عم تحكي لنا شيبس وباستا أكلة شركسية بتجنن. يس الشيبس وباستا فهي بلشوا يعطوك أفكار كمان مشهورة. بس احنا بدنا ما جاوبونا على الوصفات اللي ممكن نعملها بالمرة الجاي. يلا شاركوا عشان معنا عشان نسوي لكم الاشي اللي بدكم اياه المرة الجاي. ايش هي الوصفة اللي انتم حابينها عشان ندخل لكم اياها بالحلقة الجاي؟ في عنا روان الحاج عم بتقول لك شف اعمل لنا ملوخية ورق. ملوخية ورق ممكن نعمل اليوم كلياتهم ملوخية، شو رأيك؟ اعمل لنا ملوخية ورق، ملوخية ناعمة. ممكن نفرز ملوخية. ممكن يعني هيك تحكي لهم افكار. صحيح هي هلا اي ثينك اخرها الملوخية صح؟ هلا صار اخرها. يلا نلحق حالنا ونعمل ملوخيه اذا هيك ممكن صراحه. أوكي. والله اقتراح جميل جدا. اسمعوا يا جماعه، انا حدا من الناس ما بحب اطلع عليه هيك، بحب ادوق حبه الرز نفسها عشان احكم اذا الوصفه تبعتي جاهزه ولا مو جاهزه. فهلا بدي ادوقها واحكي لكم. بسم الله. ايوه طلعش علي الكاميرا. أيوة. انت عشان واو شو واو منيح ولا بده واو شوي واو. طعمها مش عادي صراحة. بدها ولا منيحة؟ جد سفاحة. بدها شوي صغيرة بس طالعة سفاحة. الله يلا سفاحة. اسمعي عندي اقتراح صغير. تفضل. هلا ممكن نحكيه مع بعض. تعرف شو هو الاقتراح الصغير؟ شو هو؟ الاقتراح الصغير هو انه احنا وإذا أنتم بتتفقوا معي احكوا لي. هلا أنا واحد من الناس لما أعمل كبسة كثير بحب كثير بحب تنحرق شوي، مش تنحرق، تعطيها لسعة شوي صغيرة من تحت. شو رأيك نعمل هذا الاشي ولا لا؟ صراحة أنا من محبين هاي، خصوصا بالمقلوبة هيك تكون شوي مشروطة من تحت. طب معناته هلأ بنعلي النار شوي صغيرة عليها عشان ومشعطها شوي شوي صغيرة. مش تفكرونا احنا يعني مش منتبهين لها ولا نسيناها ولا حرقناها؟ لا لا والله احنا مقصودة هالحركة، بس راح اخليها على جنب ما راح احطها على الهايكس عشان احنا ناكلها. طيب نرجع هلا للصلصة اللي بدها تكون جنب اي نوع رز انتم بتعملوه. يس هلا صلصة الدقوس اللي حكينا احنا عنها في اكثر من طريقة، ولكن احنا حاولنا بكل الطرق انه احنا نجيب المصدر الاصلي والطريقة الصحيحة الضابطة لهي الوصفة. هلا بالكويت، عن البحرين، عن الخليج، عن كل حدا له طريقه يسوي فيها. يعني مثلا بالكويت ايش بسووا بعد ما يخلصوها؟ في اشياء بتفرق بس بحطوها على النار وبغلوها. اوكي بعد ما تتسبك شوي صغيره بتكون جاهزه. صراحه انا لما اكلت المشبوس ال ايش اسمه المشبوس الكويتي او مشبوس دياي ولحم كان عن جد عن جد عن جد عن جد رهيب بطريقه مش عاديه. حلو. فكلهم ذكيين، ولكن احنا حنسوي هاي الطريقه. يلا خلينا نشوف طريقتك. حنحط هون معنا بندوره. بدهم الرومانيه يا شف منك، بحس الرومانيه اكل شتويه. فخليها شوي. راح نكتر راح نكتر. أيوة. عدس وعدس وعدس وعدس. والله امبارح اكلت عدس. بشوف والله العظيم بارد. ولا هيك بس عدس. بلشت شوي تنزل الحراره دغري الواحد بيروح على العدس. بالليل والله برد برد. بالليل والله برد. يعني انا امبارح متت صراحه بالليل. طب هلا السؤال انا لسه ما سالتك اياه هذا السؤال. انت من محبين الشتاء ولا محبين الصيف؟ لا طبعا شو شتاء. ايوه أنا صيف. ممتاز. هي لقيت حدا زيي بحب الصيف. بتعرف انه ضايل 100 18 يوم للسنه تخلص. 118 يوم. طيب طب صراحه ممكن كثير ناس يعني السنة هاي كانت محبطة لهم والسنة كانت صعبة. أنا لا أنكر أنها كانت صعبة جدا على الجميع، ولكن ممكن السنة هاي كانت أحسن سنة إلي بكل حياتي. صارت فيها تطورات وتطورات رهيبة جدا. الحمد لله الحمد لله. في مجال شغلي، بمجال عملي، بمجال مع أنه سكرت شركة عندي. أنا كنت فاتح زمان شركة هيك تعاون أعراس وهيك قصص راحت، بس اتس فاين الحمد لله. دائما بيجي فتح بواب شغلات مكانها. فالحمد لله السنة هاي كانت رهيبة جدا إلي. يعني بحكي هذيك اليوم كنت عم بفكر إنه لازم أشكر الله عن جد إنه السنة كانت إنه السنة حلوة. كانت حلوة رغم كل الظروف اللي كانت. فمن بالك لو كانت بدون الأشياء اللي صارت. إن شاء الله إنه كمان كل اللي عم بيتابعونا كمان تكون سنة كانت حلوة عليكم جميعا، صار فيها يعني أحداث حلوة ومرت بكل خير، ويعني لسه في عنا كمان قدامنا 3 أشهر إن شاء الله كمان إنهم بيكونوا خير على الجميع. يس 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 كورونا والله علمتنا كثير، علمتنا ندير بالنا على أكلنا.
علمتنا ندير بالنا على كل شيء صراحة، على صحتنا، على الحركة، على النشاط، نتقرب من العيلة أكثر، نتعود على قعدة البيت. يس 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 نتعلم الطبخ، نفوت على المطبخ أكثر. مش راضيين بس قادرين. خليني أحطهم هدول هون عشان إيش، نطلع فاصل صغير ونرجع لهم. بس هنحط هون الكزبرة أوكي، والبندورة والبندورة، وهنحط كمان شوية ثوم، هنحط عصير ليمون. بدك تعمل لي اياها حارة؟ حارة طبعا. او فلفل. اوكي نخلطهم ونرجع. يلا اذا احنا رح نخلطهم، نرجع نفرجيكم النتيجة تبعتها بعد الفاصل. رح نسكب لكم الكبسة وتشوفوا سفرتنا وهي جاهزة. خليكم معنا. شفتوا لنا هالوصفة صارت جاهزة، خلطناها بالفاصل ورجعنا لنكمل معاكم. رح نفرجيكم كيف القوام النهائي اللي بده اياه الشيف يطلع معاه بهذا الشكل. شو يا شيف؟ هي القوام اللي بدنا اياه. انا صراحة ما بحبه كثير دايب مرق. او كثير مستوي او مرق. مضروب كثير على الخلاط. بحبه زي هيك. ليه؟ وانا عم باكل احس بالنكهه تبعتي. اوكي هلا حنشيل. حطينا بندوره، حطينا بقدونس ولا كزبره؟ كزبره. اوكي بندوره، كزبره، فلفل حار، وليمون. اسمعي كنت عم بركز بالزينه تبعتها. ثواني شوي. حطينا كزبره، حطينا فلفل، حطينا بندوره، عصير ليمون، وحطينا كمان ايش، شويه ثوم. اوكي اسمع، كان في صحن وسخ قدام. ما بدها ملح؟ ايه حطينا ملح. حطينا ملح. أوكي. بس في هيك صحن بده تنظيف قدام اي واحد. بس اخذ هاي عشان ننظفه. هلا انا نشوف الكبسه تبعتنا. اذا بندخل هون نحكي الروائح مش عاديه صراحه. اكتب لنا اياها. طبعا انا بدي اشيل ايش، اللومي. ليش؟ لانه اللومي اذا خليناه فتره طويله ايش حيصير؟ حيعطي مرار للطبخه تبعتنا. فمنقول له باي باي لندن. اوكي ومندوق، نقول بسم الله. يلا نشوف. بدك تسكبها بهذا الصحن صح؟ نار. وقضاها الحلقة يضل يدوق بالرز بحجة يشوف إذا الرز مستوي ولا مش مستوي. مانيش دخل. أنا متست بس. هلأ حنسكبها. الفلفلات تبعونا أهم إشي. الفلفل. يس يس يس. والله يعني الكل مكيف على الكبسه، عم بيقولوا لك يعطيك العافيه يا شيف. يعني عن جد الكبسه انا متاكده انه طعمها رح يكون زاكي مثل شكلها. في عندنا هيفا عم بتقول لك كيف طلعت معك الكبسه بهذا اللون. حطينا شو اسمه، رب بندوره عليها، وحطينا كمان ايش اللي هو بندوره عاديه. نحط الدجاج على جنب. ولا شو رايك نقلبها وبنطول الدجاجات وخلص؟ انا هيك بقول عن جد. يا زلمه قاعد بوجع راسي بقيم وبحط وبتكتك بسم الله. الله اوكي. الله يا سلام. بدك اعطيك مغرفه. اسمعي في حرقه بسيطه، وهاي ليش احنا رح نخبيها. رح نخبيها صراحه. لا صراحه شكلها بجنن لو تشموا الريحه قديش زاكية. لسه ما خلصنا. لسه 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 في لسه. اسمعوا هيهم هدول راح اخبيهم الي والها. طلع عليهم، دخلهم جوا الطنجرة. شايفهم هدول؟ طلعوا. هدول إلنا، ما حدا راح ياكلهم غيرنا. هدول إلنا. هدول اللذة، هدول اللي بتطاوشوا عليهم الكل. اللذة في القاع. والله يسلم ايديك على هالوصفة. وصفة بتجنن بتجنن بتجنن. استني شوي نحط الدجاجات تبعونا هون على الوجه. كمان في فخدتين ضيعات بالعماق. صراحة يعني عن جد وصفات سعودية بامتياز. تحية للشيف امتياز. تحية للشيف امتياز. كل ما احكي امتياز لازم نوجه لها تحية. سلم ايديك على هالوصفات. يعني صراحة سفرة بتجنن. اخذتنا على السعودية بما انه يعني أنا ولا مرة رحت عليها. جد؟ أنا يمكن سبع مرات تروح. عن جد؟ أوه. هيك أخذتنا اليوم على السعودية. يلا بدنا تذكرنا يا شيف شو حضرت لنا بحلقتنا لليوم. حطينا بحلقة اليوم عملنا كبسة، عملنا كمان عريكة سعودية، وعملنا كمان اللي هي صلصة الدقوس. عملناها بطريقة جدا سفاحة. هلا هنحط عليها على وجهها بس احتياطا المكسرات تبعونا، وهنحط كمان رشه صغيره. طلعوا الالوان ما احلاها.
رشه صغيره من الكزبره عشان تعطينا لون، وناخذها وين على مكانها. الله، هلا الدجاجات انا متاكد حيكونوا دايبين عن جد. اكيد سلم ايديك على هالوصفات. لكل الاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بدايه حلقتنا بتقدروا ترجعوا تحضروا الحلقه من بدايتها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، واكيد كل وصفاتنا بتلاقوها موجوده على قناتنا على اليوتيوب. نتمنى لكم بقيه نهار حلوه، تضلوا بالف خير، الى اللقاء.